السيدة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. كل عام وحضرتكم بخير. هذه نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يتبادل التهنئة مع زعماء الدول العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك. الداخلية تنهي استعداداتها لتأمين احتفالات المواطنين بالعيد، والصحة ترفع استعداداتها القصوى في المستشفيات. عشية عيد الفطر المبارك، إسرائيل تواصل عدوانها الغاشم على غزة، وحصيلة الشهداء تتجاوز 33,360 شهيدا. أهلا بكم وكل عام وأنتم بخير. أتابع معكم في نشاطنا الاقتصادية. وزارة التجارة التركية تعلن فرض قيود على تصدير 54 منتجا إلى إسرائيل لحين وقف إطلاق النار في غزة. وفي أخبار الرياضة نتابع الآن، وعلى استاد سانتياغو برنابيو ريال مدريد يواجه مانشستر سيتي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. كل عام وحضراتكم بخير. تبادل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وفي برقياته لأشقائه زعماء الدول العربية والإسلامية، أعرب الرئيس السيسي عن أصدق تهانيه القلبية لهم ولشعوبهم الشقيقة، داعيا الله تعالى أن يتقبل الصيام والقيام وصالح الأعمال، ومتمنيا لهم عيدا مباركا ينعمون فيه بموفور الصحة والسعادة، ولجميع شعوب الأمة الإسلامية المزيد من التقدم والاستقرار. كما بعث الرئيس السيسي ببرقية تهنئة إلى الجاليات المصرية المسلمة في الخارج، نقلتها سفارتنا وقنصليتنا حول العالم بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنيا لهم النجاح والتوفيق، ولمصرنا العزيزة وشعبها العظيم المزيد من التقدم. هذا وقد تلقى الرئيس السيسي برقية التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك من كبار رجال الدولة، أعربوا فيها عن أصدق التهاني لسيادته وأطيب التمنيات لمصر الغالية بالمزيد من الرقي والرخاء. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، حيث تبادل التهاني بحلول عيد الفطر المبارك، وتمنيا أن يعيد الله تعالى هذه الأيام المباركة على البلدين والأمتين العربية والإسلامية بالأمن والاستقرار والرخاء. كما أجرى الرئيس اتصالا هاتفيا مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، حيث تقدم سيادته بالتهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، معربا عن خالص تمنياته للجزائر وشعبها الشقيق بدوام الرخاء والازدهار. كذلك أجرى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا مع نظيره التونسي قيس سعيد، حيث تبادل الزعيمان التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وتمنى الرئيسان أن يعيد الله هذه المناسبة المباركة باليمن والبركات. كما أجرى رئيس السيسي اتصالا هاتفيا مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، حيث تبادل الزعيمان التهاني بحلول عيد الفطر المبارك، وأعرب الرئيس السيسي عن تمنياته بأن يعيد الله سبحانه وتعالى على الكويت وقيادتها الحكيمة وشعبها الشقيق هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات. وأجرى الرئيس السيسي كذلك اتصالا هاتفيا مع الشيخ تميم بن حمد آل ثان أمير قطر، حيث تبادل الزعيمان التهاني بهذه المناسبة، وتمنيا أن يعيد الله سبحانه وتعالى هذه المناسبة الكريمة على البلدين الشقيقين والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. كما أجرى رئيس السيسي اتصالا هاتفيا مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، وتبادل خلاله التهاني بعيد الفطر المبارك، وأعرب الرئيس السيسي عن خالص تمنياته لشعب السودان الشقيق بالخير والأمن والسلام. كذلك أجرى الرئيس السيسي مع نظيره الفلسطيني محمود عباس التهاني، وتبادل الزعيمان هذه التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك. وأكد الرئيس السيسي مواصلة مصر جهودها في مساعدة الأشقاء في فلسطين على جميع الصعد، وبذلها المساعي لحقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعات المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وبمناسبة عيد الفطر المبارك، تلقى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني،
حيث تبادلا التهنئة وأعربا عن التمنيات أن يعيد المولى عز وجل هذه الأيام المباركة على الشعبين المصري والعراقي بكل الخير. وفي إطار الاستعدادات لعيد الفطر المبارك، أنهت وزارة الداخلية خطتها لتأمين احتفالات المواطنين بالعيد. وتعتمد خطة التأمين على تكثيف الخدمات والارتكازات الأمنية بالحدائق والمتنزهات والمنشآت المهمة والمحاور والميادين والطرق الرئيسية. استعدت وزارة الداخلية لتأمين الاحتفالات بعيد الفطر المبارك لبث الطمأنينة في نفوس المحتفلين بهذه المناسبة من خلال تنفيذ الخطط الأمنية الموضوعة للتأمين. تشارك في عمليات التأمين كافة قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن لتنفيذ الخطط الأمنية التي تعتمد على نشر الخدمات والدوريات الأمنية على كافة المحاور والطرق الرئيسية داخل المدن، مع وضع ارتكازات أمنية أمام المنشآت الهامة والحيوية والحدائق العامة والمتنزهات ودور العرض السينمائي، والتي تعد مقصدا رئيسيا للمواطنين خلال أيام العيد للاستمتاع بأجواء وفرحة عيد الفطر المبارك. وزارة الداخلية نشرت الخدمات المرورية والارتكازات على المحاور والطرق الرئيسية الرابطة بين المحافظات في ظل زيادة الكثافات المرورية عليها تزامنا مع إجازة العيد. وهذه الطرق مزودة بمنظومة إلكترونية متكاملة مرتبطة بغرف عمليات المرور لرصد الحالة المرورية وتحقيق أقصى درجات الانضباط المروري حفاظا على الأرواح والممتلكات. خطط وزارة الداخلية لتأمين احتفالات عيد الفطر المبارك تتضمن انتشارا أمنيا موسعا بمحطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية، خاصة بمداخل ومخارج المحطات وعلى الأرصفة وداخل عربات القطارات، مع متابعة رصد الحالة الأمنية من خلال كاميرات المراقبة بما يضمن سرعة التعامل مع المخالفات. تمتد الخطة الأمنية إلى نشر الخدمات الأمنية بطول مجرى نهر النيل، والتي تعد مقصدا رئيسيا للمحتفلين بعيد الفطر المبارك للاستمتاع بالرحلات النيلية، وتهدف إلى ضمان التزام المراكب والعائمات النيلية بالحمولات المحددة وضوابط وعوامل الأمن والسلامة. إجراءات أمنية متكاملة تنفذها أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق فيما بينها لتحقيق أقصى درجات الأمان للمحتفلين بعيد الفطر المبارك، وهي استمرار لنجاحات وزارة الداخلية في تأمين كافة الفعاليات والمناسبات والاحتفالات التي تشهدها البلاد بكفاءة واحترافية. كما أعلنت وزارة الصحة خطتها للتأمين الطبي خلال أيام عيد الفطر المبارك. وتضمنت الخطة رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات والمراكز الطبية وهيئة الإسعاف بالمحافظات. في إطار العمل على توفير الأجواء المناخية الملائمة للمواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك، رفعت وزارة الصحة درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات والمراكز الصحية وزيادة أعداد الأطقم الطبية وخاصة الأطباء والتمريض، إضافة إلى وضع خطة لتمركز سيارات الإسعاف على مستوى الجمهورية وبخاصة في الأماكن الرئيسية كدور العبادة وساحات الصلاة والمتنزهات والمحاور الرئيسية بما يقرب من 3500 سيارة إسعاف ولنش إسعاف النهري، ومتابعة غرف الطوارئ المركزية للعمل على مدار 24 ساعة لرصد أي حادث طارئ والتعامل معه بشكل فوري.
تنسيق وتكامل ما بين قطاعات الوزارة المختلفة، قطاع الرعاية العاجلة، هيئة الإسعاف، بالإضافة إلى المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والمستشفيات الجامعية، عشان رفع درجة الاستعداد في جميع أقسام الطوارئ والاستقبال بكل المستشفيات العامة والمركزية وكذلك الجامعية، إلغاء الأجازات للطواقم الصحية، التأكد من توفير وتوافر مخزون كافي من الدم والمستلزمات وأدوية الطوارئ، بالإضافة إلى الخطوات التأمينية التي تقوم بها هيئة الإسعاف من خلال ما يقرب من 2400 سيارة إسعاف و11 لانش إسعافي بيتم توزيعهم على المحاور المختلفة في الجمهورية، عاملين تأمين مكثف إسعافي على طرق السفر، طرق الساحلية، وكذلك طرق السفر ما بين المحافظات. كما تم إعلان حالة الطوارئ بفرق الطب الوقائي وتكثيف حملات التفتيش للرقابة على الأغذية والمنشآت الغذائية بمحافظة مصر كافة لمطابقاتها للمواصفات الغذائية مع توفر الأمصال المضادة للسموم والأغذية وبخاصة المملحة بالمراكز الطبية. في حملات لمراقبة الأغذية، حملات مكثفة، وخصوصا اللي هي في المنشآت الغذائية اللي بتتعامل في مجال تصنيع أو بيع اللحوم، عشان نتأكد من استيفاء هذه المنشآت الغذائية للاشتراطات الصحية. دي أول حاجة. الحاجة الثانية كمان احنا عندنا إشراف ومرور على جميع مديريات الشؤون الصحية في المحافظات كلها، عشان نتابع ده على أرض الواقع التنفيذ، وإن في خلال فترة العيد كل الإجراءات الوقائية بتتم على أكمل وجه. وفي نفس الوقت هذا بالإضافة إن احنا في فترة الأجازات، مش معنى كده إن الخدمات الوقائية في مكاتب الصحة وفيما يخص التطعيمات هي متوقفة، لا، هي الخدمات الوقائية كافة هي بتعمل في المواعيد بتاعتها. خطة تأمينية طارئة اعدتها وزارة الصحة خلال عيد الفطر المبارك لتقديم كافة الخدمات التشخيصية والعلاجية وتوفير الأجواء المناخية لهم خلال أيام العيد. محمد حلمي، التلفزيون المصري. واصلت القوات الجوية المصرية تنفيذ طلعاتها الجوية اليومية لإسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة لسكان قطاع غزة. يأتي ذلك مع استمرار جهود مصر للوصول إلى التهدئة وتأمين تدفق حركة المساعدات الإنسانية والطبية بصورة كافية ومستدامة. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتكثيف الجهود الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتوصيل المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة العاجلة لسكان قطاع غزة، واصلت القوات الجوية المصرية تنفيذ طلعاتها الجوية اليومية على مدار السابع والثامن والتاسع من شهر إبريل الجاري لإسقاط عشرات الأطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية إلى الأشقاء الفلسطينيين في ظل الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يعاني منها سكان القطاع. ذلك مع استمرار الجهود المصرية البارزة للوصول إلى التهدئة وتأمين تدفق حركة المساعدات الإنسانية والطبية بصورة كافية ومستدامة في ظل المعاناة الإنسانية الكبيرة التي يواجهها سكان قطاع غزة جراء استمرار العمليات العسكرية.
على صعيد المتصل، دخل إلى قطاع غزة اليوم وحتى الآن 346 شاحنة مساعدات غذائية، بواقع 73 شاحنة عبر معبر رفح و273 شاحنة عبر معبر كرم أبو سالم. كما دخل إلى قطاع غزة 4 شاحنات غاز و4 شاحنات سولار عبر منفذ رفح. كما استقبلت مصر عبر معبر رفح 35 مصابا لتلقي العلاج و64 مرافقة. هذا وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على أنحاء قطاع غزة لليوم 186 على التوالي، حيث شنت قوات الاحتلال غارات على مدينة دير البلح بوسط القطاع ومدينة خان يونس جنوبي القطاع وعلى المناطق الشرقية لجباليا شمالي القطاع، فضلا عن استهداف أنحاء متفرقة في مدينة غزة، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى. هذا وقد أعلنت الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد ضحايا العدوان على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 33,360 شهيدا و 75,993 مصابا. أصدرت المحكمة العسكرية حكمها بمعاقبة مستشار وزير التموين بالسجن المشدد 18 عاما وتغريمه 1,580,000 جنيه و 14,000 دولار مع عزله من منصبه، وكذلك مصادرة الأموال والأصول العقارية المضبوطة والمتحصلات الناتجة عن هذه الجريمة. كما أصدرت المحكمة حكمها بالسجن 7 سنوات على مدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر وعزله من وظيفته، ومعاقبة أصحاب الشركات الخاصة بالسجن 10 سنوات بتهمة التربح وحجب السلع عن الأسواق. وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد تمكنت من ضبط مستشار وزير التموين ومدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر لحصولهما على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب أحد مطاحن الدقيق وآخر يمتلك شركة توريدات، مقابل تخصيص كميات كبيرة من السكر لشركتهما قبل زيادة أسعارها وحجبها من الأسواق عن المواطنين، الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعارها. تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أطلقت مؤسسة راعي مصر مبادرة فرح قلبي، حيث قامت بتوزيع ملابس العيد على أكثر من 5,000 أسرة من الأسر الأولى برعاية، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك. أطلقت مؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مبادرة فرح قلبي، قامت خلالها بتوزيع ملابس العيد على 5,000 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. المبادرة بتستهدف في قطاع القاهرة بس أو في محافظة القاهرة 500 طفل، على المحافظات كلها 5,000 طفل. احنا بنوزع في أماكن متفرقة، النهاردة في هنا في مصر الجديدة في المقر، وفي أوسيم، وفي في الألج، وفي في الوراق، في مناطق متفرقة، وده طبعا لتسهيل فرصة ان الناس تستلم الحاجة بتاعتها وبدون ما يبقى فيها مجهود عليهم او يعني مشاوير شاقة بالنسبة لهم. احنا بنسلم للأولاد طقم كامل داخلي وخارجي وكوتش وشراب ولعبة وحاجة حلوة، وعاملينها لهم على انه معرض، الطفل بيدخل بينقي اللي هو عايزه بالصورة اللي تفرحه وتريحه. فرق المؤسسة ومتطوعوها انتشروا بالمناطق الأكثر فقرا بشتى المحافظات، حيث قاموا بتوزيع هدايا العيد على تلك الأسر وسط حالة من الفرحة والسرور من الأهالي في كافة المناطق. احنا الأسر دي من مناطق عشوائية مختلفة في القاهرة، احنا عندنا كذا مكان توزيعات، احنا توزيع النهاردة هنا في المقرة قريب من المكان بتاع المستفيدين، علشان احنا الأسر المستحقة والأولى بالرعاية، احنا دي كل الأسر دي عاملين لها أبحاث وزايرينها، فاحنا عارفين ان مدى احتياجهم وفي ارتفاع الغلاء المعيشة احنا بنوفر لبس العيد النهاردة. هي جهود مضنية إذن للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسات المجتمع المدني، يد بيد لإسعاد أبناء الأسر الأكثر استحقاقا بكافة محافظات الجمهورية. بمشاركة الشيوخ وعواقل جنوب سيناء وممثلي منظمة المجتمع المدني والقيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة جنوب سيناء، أقام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مأدبة الإفطار السنوية. وعقب الإفطار كرم فودة الرموز البارزة من أبناء المحافظة والذين ساهموا في نهضتها في كل المجالات.
ما يقرب من 1000 شخصية من رموز المجتمع السيناوي تم دعوتهم على مأدبة الإفطار السنوية التي يقيمها محافظ جنوب سيناء لواء خالد فودة لمختلف أطياف المجتمع السيناوي. المأدبة أقيمت في الحديقة المركزية بجوار مجلس مدينة شرم الشيخ، وعبر خلالها الحضور عن شكرهم لمحافظ جنوب سيناء. أكبر تجمع على تاريخ محافظة جنوب سيناء، ومعمول فين؟ في مدينة السلام العالمية مدينة شرم الشيخ، ودي دلالة على محبة سيادة اللواء خالد وأبناء محافظة جنوب سيناء له في الخلط الاجتماعي اللي النهاردة انت شايفاه، والجمع الكبير اللي احنا شايفينه النهاردة. وزي ما كان العنوان مكتوب الأسرة السنوية، فالحمد لله احنا كلنا هنا أسرة واحدة، سواء مستثمرين وعاملين وإخواتنا أهل البلد والبدو، يعني بينا كلنا واحد الحقيقة، دوبنا مع بعض كلنا، فالحقيقة حاجة جميلة ومشرفة جدا. الحفل بتاع الإفطار بيحسسنا ان احنا كلنا عائلة واحدة، جنوب سيناء كلها يعني مع بعض. سيادة المحافظ بجد أحسن الحتة الإنسانية اللي فيه انه بيجمعنا وبيخلينا كلنا كأننا قاعدين في العيلة وكده. يعني فرصة جميلة جدا ان احنا نيجي نتقابل مع اخواتنا كلنا ونقعد على ترابيزة واحدة وناكل مع بعض، ونفرح باللمة دي ونفرح بالمجموعة الحلوة دي ونتقابل مع بعض ونتكلم مع بعض، دي بتبقى فرصة جميلة جدا. والنهاردة مبسوطة جدا ان انا فطرت مع المحافظ، يعني وهو دايما بيشجعنا، بيشجع الفرقة، واحنا من يعني ما بيشجعنا بنبقى مبسوطين جدا. عقب ذلك كرم اللواء خالد فودة عددا من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة والمتفوقين من طلبة المدارس دراسيا ورياضيا، كما شهد حفلا فنيا لفرقة التلقائيين وكورال مدرسة شرم الشيخ الرسمية. وألقى المحافظ كلمة وجه خلالها تحية شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه لمحافظة جنوب سيناء، والتي كانت لها عظيم الأثر في دفع النهضة العمرانية والسياحية بالمحافظة. نجتمع الليلة سويا حول مائدة الإفطار السنوية للأسرة السيناوية بجنوب سيناء وفي يوم الوفاء، لتقديم لمسة الوفاء والتقدير إلى كل من أعطى وعمل وجد واجتهد وأخلص في العمل والعطاء على أرض محافظة جنوب سيناء. واسمحوا لي باسمي ونيابة عن حضراتكم وعن مواطني جنوب سيناء تهنئة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بأداء سيادته القسم الدستوري لفترة رئاسية جديدة. حفل إفطار الأسرة السيناوية هو تقليد سنوي يحرص عليه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ويضم كافة رموز المجتمع السيناوي من شيوخ وعواقل سيناء والمستثمرين وكافة ممثلي منظمات المجتمع المدني وكافة أطياف المجتمع السيناوي، ويحرص من خلال المحافظ على توجيه تحية شكر وتقدير لكل من ساهم في نهضة جنوب سيناء وتحقيق النهضة العمرانية والسياحية بها. لمياء موافي، التلفزيون المصري. الآن موعد أخبار المال والأعمال مع حسام الدين عاطف. شكرا للزميلة فاطمة نبيل، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. أخبار المال والأعمال في نشرة العاشرة. شهد وزير قطاع الأعمال العام محمود عصمت توقيع اتفاق تعاون بين شركة سيناء للمنجنيز وشركة جلوبال أتاك الإسبانية، وذلك لإنشاء مصنع جديد لإنتاج الكاولين اللازم لصناعات الحديد والحراريات والإسمنت والسيراميك. الوزير قال خلال التوقيع أن هذا الاتفاق يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات تعظيم القيمة المضافة لخام الكاولين وتحقيق الاستغلال الأمثل للخام المتاح لدى شركة سيناء للمنجنيز في مدينة أبو زنيمة. وأوضح أن خطة تطوير شركة سيناء للمنجنيز تشمل التوسع في الإنتاج الصناعي وإدخال صناعات جديدة للاستفادة من الموارد الطبيعية وتعظيم عوائدها. أعلنت وزارة التجارة التركية فرض قيود على تصدير 54 منتجا إلى إسرائيل لحين إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة. الوزارة التركية أوضحت أن التدابير ستدخل حيز التنفيذ على الفور، مشيرة إلى أن القيود ستشمل منتجات الحديد والصلب، معدات ومنتجات البناء والآلات والرخام والسيراميك
وغيرها، مؤكدة أن القيود ستظل سارية حتى تعلن تل أبيب وقف فوري لإطلاق النار بغزة وتسمح بتدفق كاف ودون انقطاع للمساعدات الإنسانية إلى القطاع. إلى أسواق المال الأوروبية التي تراجعت الأسهم فيها خلال التعاملات في ظل إحجام المستثمرين عن المشاركة قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع وقرار المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية. المؤشر ستوكس 600 الأوروبي تراجع بنحو 2% بعدما سجل أقوى أداء له في أكثر من أسبوعين أمس، كما انخفض المؤشران داكس الألماني وكاك الفرنسي بنحو 7% و6% على التوالي. وابتعد المتعاملون عن الرهانات الكبيرة قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية وقرار المركزي الأوروبي الذي قد يحدد التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة. رفع بنك مورغان ستانلي توقعاته لسعر خام برنت في الربع الثالث من العام الجاري ب4 دولارات للبرميل ليصل في توقعاته إلى 94 دولارا مرجعا ذلك إلى المخاطر الجيوسياسية. قال البنك إن حقيقة أن درجة المخاطر الجيوسياسية في مناطق رئيسية منتجة للنفط قد زادت في الآونة الأخيرة تبدو واضحة وغير قابلة للجدل. وأضاف مورغان ستانلي أنه في ظل قيود إمدادات أوبك وأوبك بلس وبعض عوامل الهبوط للإنتاج الروسي والارتفاع الموسمي المرتقب في الطلب فإنه يتوقع نقصا في المعروض خلال الربعين الثاني والثالث. أما على صعيد الأسعار الحالية فقد ارتفعت أسعار النفط العالمية بعد أن تضاءلت الأمال في أن تؤدي المفاوضات بين إسرائيل وحماس إلى وقف إطلاق النار في غزة وتخفيف التوتر في الشرق الأوسط، وبذلك صعدت العقود الأجل للخام العالمي مزيج برنت 40 سنتا لتصل إلى 90 دولارا و78 سنتا للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنتا ليصل إلى 86 دولارا و78 سنتا للبرميل. ومن الذهب الأسود إلى الذهب الأصفر، حيث ارتفعت أسعار الذهب العالمية لتقترب من الذروة القياسية التي سجلتها في الجلسة السابقة مدعومة بمشتريات قوية من البنوك المركزية، فيما يترقب المستثمرون محضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي بالإضافة إلى بيانات التضخم الأمريكية بحثا عن مؤشرات جديدة. وقد ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.3% ليصل إلى 2345 دولارا و9 سنتات الأوقية، كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنحو 0.5% لتصل إلى 2363 دولارا و50 سنتا للأوقية. بعد الفاصل نستعرض الأحوال الجوية والطقس. مشاهدينا الكرام اهلا بحضراتكم والنشره الجويه. يتوقع خبراء الارصاد الجويه طقسا دافئا نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري، مائلا للدفء على السواحل الشماليه، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبروده ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيفا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة. أما عن نشاط رياح فعلى مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات أيضا متقطعة. وعن التوقعات المنتظرة للأيام القادمة تشير إلى ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على كافة الأنحاء. وعن القاهرة الأربعاء 17-26، الخميس 17-27، الجمعة 18-27. أما عن شرم الشيخ الأربعاء 19-27، الخميس 20-29، الجمعة 20-30. وأيضا عن الأقصر الأربعاء 18-31، الخميس 19-31، الجمعة 21-32. والآن نتعرف على بيان تفصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة. القاهرة 17-26، الإسكندرية 16-23، دمياط 16-22، بورسعيد العريش 15-24، رفح 15-23، الإسماعيلية 15-27، السويس 16-26. أما عن مطروح 16-22، وادي نطرون 17-26، المنصورة 17-24، طنطا 17-25.
نهاية النشرة وهذا تذكير بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يتبادل التهنئة مع زعماء الدول العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك. الداخلية تنهي استعداداتها لتأمين احتفالات المواطنين بالعيد، والصحة ترفع استعداداتها القصوى في المستشفيات. عشية عيد الفطر المبارك، إسرائيل تواصل عدوانها الغاشم على غزة، وحصيلة الشهداء تتجاوز 33,360 شهيدا. كل عام وحضراتكم بخير، كما يمكنكم متابعة البث الحي لنشرات والبرامج والمزيد من الأخبار دائما عبر مسبيرو دوت إيجي. كل عام وحضراتكم بخير وإلى اللقاء. إلى اللقاء.